حياكم الله مشاهدينا الكرام. جغرافيا التحالفات قد تعود بنا إلى خارطة المحاصصة القديمة، ونعود بحكومات على أساس التوافق، ولربما نذهب إلى حكومة طبق الأصل مثل حكومة عادل عبد المهدي في عام 2018. سيناريوهات كثيرة جدا، خاصة ونحن نقترب لربما من الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات، ورح نذهب إلى تصادم القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة وأولها رئاسة الوزراء. خلونا نرحب بضيوفي الكرام في الاستوديو مع السيد غالب الشابندر المفكر والكاتب العراقي، شرفتنا. الله يحفظكم. والترحيب موصول أيضا بالزميل والصديق السياسي المستقل الأستاذ كريم بدر، إذا كان يسمعني رحب جنابه. أسمعك، حياكم الله. الله يحفظكم. أستاذ غالب، خارطة التحالفات الآن بالمشهد السياسي العراقي بعد غياب الكتلة الأكبر ونتائج الانتخابات، ممكن راح تودينا إلى حكومة توافق؟ اولا مرحبا بك ومرحبا بعزيزي وشقيقي الاخ كريم، يعني مع اختلافاتنا الكبيره ربما، بس انا احبه هواي حقيقه. الله يحفظك. لانه بورليتاري حقيقي، يعني حقيقي بورليتاري علوي حقيقي يعني. انت يساري؟ انا اسلامي بس مطعم باليساريه حقيقه، ما ادخف عليك يعني. طيب. الحقيقه هي بدت يعني التحالفات ذات الصبغه الطائفية. طيب. أول ما بدأها هو الإطار التنسيقي، لأنه دعا إلى تحالف شيعي. طبعا هذا لا يعني أنا ضد هذه القضية، ولكن أنا واصف يعني يعني أنا هنا دا أوصف، مو من باب التقييم لأنه هذا خطأ وهذا صح وكذا. ويبدو لي ان التناسق او الاطار التناسق يعني خطوه، هذه الخطوه نتيجه الخساره اللي سواء كان باطل او حق التي لحقت بعض عناصر الكيان الشيعي. فهل هذا التحالف هو حقيقه تحالف مكون ام تحالف ارادات حزبيه وإيرادات شخصية على أثر الانتكاسة أو على أثر الخسارة التي حلت ببعض هذه المكونات أو بعض عناصر هذا الإطار؟ طيب. فهذا الصدريين كما يدعون لأنهم يريدون أن يكونوا تحالفا عابر للطائفية وعابر للعنصرية أو العرقية إذا صح التعبير، هل سوف يستطيع التيار هذا الشيء؟ وهل إذا تحالف التيار مع حسب ما يشاع مع الحلبوسي اللي أنا أعتبره طائفي من الدرجة الأولى؟ أها. طبعا حلبوسي طائفي. الحلبوسي طائفي والخنجر طائفي، كما أن هناك طائفين عند الشيعة يعني حقيقة موجودة يعني، ولكن هذا لا يعني إدانة للمكون. إحنا نحشي عن شخصيات، احنا نحشي كاشخاص. طيب. وزعامات. فلا ادري هل يستطيع التيار الصدري ان يتجاوز عقدة التنافر الموجودة ما بين قيادة المكونات، هذا امر متروك للزمن يعني. اما الاكراد فالاكراد طريقتهم تشبه طريقة الامريكان. الامريكان الان سياستهم هي الانتظار، وهي اخبطها واشرب صافيها. زين، انا راح ارجع لك بس اروح لسيد كريم. سيد كريم بدر، الان ردنا انتخابات حتى نذهب الى مخرج لحل الازمات المتراكمه، مطالب تشرين الى اخره، وايضا التخندق اللي تحدث عنه سيد غالب. ليش احنا دروح الان جاي نقترب من الازمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللاستاذ غالب. الله يحفظك. واتشرف بي وبطرحه، حقيقه ان رجل هو يعني متابع ابو الفقراء. واني الحقيقه يعني نعم. اتمنى ان اتكلم بواقعي، يعني انا حقيقه اقول ان هذا واقع العراق هكذا، الترفع فوق الواقع والتكلم على اساس انه نتمنى ان يكون الواقع غير هذا، فهذا يعني انا اعتبره فكره ساميه جدا لطيفه لا باس بها، كلش لطيفه. الان انا اقف واقول انه نحتاج الى كتله عابره للطوائف، وهذه بالمناسبة يعني منذ بداية يعني العملية السياسية نعم. لحد الآن كنا نعترض على هذا، لكنه بقت هي اعتراضات فوقية مفرغة من كل محتوى. الواقع يقول غير شكل، الواقع يقول أن الكرد الآن
معظم الكرد يعني ذهبت أصواتهم للكيانات التقليدية وجاءوا إلى بغداد بمطالب كردية. يقول نجرفان بارزاني والبارزاني نفسه: نحن ايه نريد الدخول إلى العملية السياسية للحفاظ على حقوق المكون الكردي. واضحة وصارمة، وصار لها 18 سنة تشتغل وأنجزت شلون راح الكثير. ترد عليها الكتلة الصدرية هنا؟ لا هسه هذه بعدين اناقشها، ايه خلينا نناقش اول مره الواقع السياسي. ايه هذا واقعنا، طيب احنا ممكن نرفضه، وانا مع الاستاذ غالب يعني رفضه، خد راحتك، بس هذا الواقع. هل تستطيع انت الان ان لا انا ما تتعاطى بسمع معه بهذا الاستاذ. الشكل؟ نبقى نتكلم مثل ما تكلمت كتله الحكمه وكانوا يتكلمون بعيد عن قواعدهم وانتهت بهم هذا اللي صار. يعني طيب الحلبوصي طائفي وليكن، لكن الحلبوصي يمشي براحته في اهل الرمادي وفي مناطقهم، وتطلع لعشرات الآلاف من الناس، ونزلت للمئات الآلاف بالانتخابات وانتخبوا قائد لهم. والتسريبات اللي تسربت من الحلبوصي مطالبهم مطالب يعني حقيقة تكسر ظهر العراق، من مثل الإقليم استاذ كريم، اعطيني حتى ارجع يعيدون سيد غالب. الإقليم، ويريد فيلق لحماية هذا الإقليم، ويريد أموال لبناء الإقليم، ويريد دولة. هو هسه كأنه يريد بالضبط مثل كردستان، يريد إقليم يشبه إقليم كردستان، وهذا من حقه بالمناسبة. يعني هو يقول لك أنا أريد هيك، كردستان موجودة وهذا النموذج موجود. الشيء المؤلم حقيقة والمقرف أصبح بالنسبة لنا، إحنا كل انتخابات يعادلنا هذا السيناريو يعني، ونفس الشيء يبقون الكتل الشيعية الآن تحكي بفوقية مثل ما يتكلم التيار الصدري، أو تحكي بطائفية مثل ما يتكلم التنسيقية. يعني هم مكفخة وعليهم الآن أنه يؤدون طلبات اللي جاي يطلبوها الكرد والسنة، وتبقى مناطق الجنوب. بالمناسبة احنا بنتكلم عن الوسط والجنوب، هذه مو طائفية، الوسط والجنوب بشيعي بسني جميل. بمسيحي هو العراق مهمة هاي، مهمة هاي، راح ارجع لك سيد كريم. المجمع الشيعي الآن والقوى السياسية الشيعية عبر لك تعبير، قال لك مكفخ الآن، الكردي قاعد على التل ويريد مطالب، والحلبوسي يريد مطالب أولها الإقليم. لماذا الآن تتشتت القوى السياسية الشيعية وتشوف الكل يريد مطالب وهي قاعدة تصارع بيناتها؟ ليس شيئا جديدا. طيب ليس شيئا جديدا. من 2003 إلى الآن بديهم الحكم، لكن هم مكفخة. ليس جديدا أخي من العزيز. من جابهم أن يكونوا مكفخة أبو عمار؟ هذا بحث طويل. ها والله لا ما نعرفك صريح، ما تعبر وداعتك مو على مود في شيء، بس هذا بحث طويل يراد تحليل بنيوي حقيقة. يعني أنا راح أحكي لك في الشيء، ويعذرني الأخ، الشخصية الشيعية شخصية منخورة. كيف؟ مهلهلة، طموحات ما عندها. كل طموح الشباب الشيعة الآن هو وظيفة مدنية، لكن طموح الأخ السني هو القيادة. كل طموح الشيعي هو أن ينكتل. يا ربي. ها؟ يا ربي. إيه يريد ينكتل، هو يقول لك إحنا ورجدنا للموت. أكو أدب بهذا الجانب، أكو أدب فكري في هذا الجانب. نحن خلقنا للجوع، نحن خلقنا للموت، نحن خلقنا اكو هذا. انا ليش قلت لك هاي قضيه طويله وعريضه؟ هاي لها علاقه. ليش ما تقول قوى سياسيه شيعيه هي شرعنت هذا المفهوم وخلت ظهرها مكشف للبقيه؟ ليش هو المكون الشيعي هي الجماهيريه الشيعيه اللي موجوده وينها؟ غير هي بالأربعين، بالأربعين ما يقولون 8 ملايين و9 ملايين و10 ملايين. زين اذا احنا عندنا 8 ملايين و9 ملايين، هاي القوى الروحيه الهائله وينها باعمار الجنوب؟ هذول لو الصينيين هم اللي بنوا الصين، يعني مو الحكومه. تمام لو تمام. هسه هاي الجماهير الشيعيه اللي تطلع بالأربعين تقدر تحول هذا الجنوب والوسط الى جنه. ثق لو اكو قياده محنكه وقياده حقيقيه وقيادة تقوم على أساس الوعي الجماهيري وليس على أساس تقليد الشخصية وليس على أساس تقديس الشخصية. للآن نحن آخرين، لكن هناك عمل تدجيني للقوة للروحانية الشيعية، تحويلها من روحانية خلاقة إلى روحانية بكائية وروحانية فدائية. أنت أنظر الشيعة في لبنان والشيعة في البحرين، كلها هي عبارة عن شخصية فدائية.
وهذا الفداء أبوه يعني معناها دافع عقيدة دائما، من هداف على الضوجة ومن هداف على الملل ومن هداف على. بس ليش قلت لي من 2003 إلى الآن هاي القوى السياسية الشيعية قابلة أن تكون مكفخة؟ هي طبيعتها هيك يا أخي، هي داخلها منخور. هسا أنا ما أسمع خطاباتهم، أروح للمالكي يقول لك أريد دولة وأعيدها دولة، أروح للكتلة الصدرية تقول لك لا شرقية ولا غربية. صار 18 سنة ما سووا لا دولة، مو بديهم. أخي العزيز سؤال أسألك بسيط، ممكن أسألك؟ تفضل. الآن القيادات الشيعية اللي موجودة طاقمها أسري لو مو أسري؟ طبعا خلص، إذا مو دولة. طيب 73 طابعها أسري لو مو أسري؟ قل لي أسري أسري وشي لا ولا ايه؟ لطيف طابعها أسري. خلنا خدمك بعد ايه؟ خلنا خدمك، خلنا أبين لك الفقه السياسي عند الشخصية الشيعية. وزير شيعي يجي جاء بطاقمه من أولاده ومن أبناء عمه وكذا، إذا انتقل من وزارة إلى وزارة ينقل طاقمه معه إلى تلك الوزيرة الوزارة الثانية. عمي غلط لو صح؟ زين أنا قبل أروح قل لي صح 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 بس قبل أروح شون غالب الشاب الدير ضد التشيع وضد الشيعة، ولك أنا ضد التشيع وضد الشيعة، لك أنا من 55 سنة أنا طرح مشروع الكيانية الشيعية العالمية، من خضير الخزاعي من نور المالكي ذولا تلاميذ جوك وكذا ودعتك. زين هسه انا بس اخذ هاي منك قبل اروح سيد كريم. انت تحدثت عن شخصيه والله اتفق شخصيه محبوبه حقيقة. الله يحفظك. زين الان من اكو خيار يقول لك اقدم رئيس وزراء صدري قح، وايضا هسه طلع لنا دعوه شي قح رئيس وزراء. شوف بقى علي، شوف انا رديت على سيد مقتدر قلت هذا مقياس خاطئ، انت قدم لنا رئيس وزراء عراقي قح، شنو صدري قح؟ شنو صدري قح؟ تيجي تقول لي متسلح بفكر محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر، هذا مو صدري قح، هذا عراقي قح. محمد باقر الصدر في كتابه المحنة عراقي من الدرجة الأولى، وكذلك نور المالكي. نور المالكي رجل كبر لا يستطيع أن يتخذ قرار، بأمراض مع مثلي انا شوربين سكر. انت جاي هالطلابه هاي الكبيره يجوز يتعلم بعد قهر 8 سنوات يتعلم، هاي غلط هاي. وبعدين من يجي راح يثيرون على سبايكر بالغلط او الصح، نفتهم شلون؟ جميل. ولذلك انا في عقيدتي الى انه الكتل الشيعيه يجب ان تاتي برئيس وزراء خارج الكتل مالتها. جميل. استاذ كريم اذا جينا برئيس وزراء خارج الكتل السياسيه بس قوي والى اخره هسه بعدين قوي والى اخره، وتحدث لك عن شخصيه شيعيه. هذا الوقت كوقت اكو 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 قصديه على ان يكون الفقر والجوع وغيره وغيره الى اخره في مناطق الوسط والجنوب، وقال لك نموذج ماكو قدموه لإدارة مناطقهم. الخطاب الإعلامي والسياسي يتحمل مسؤوليته النخب والمفكرين الشيعة ومن ضمنهم الأستاذ غالب الشابندر. طيب. لأنه أنت لما تطلب من هذا يا أبو التوك توك اللي توزع له توك توك أستاذ متابعتك أستاذ غالب، هذا الفقير المسكين المتهالك بمدينة الصدر اللي هم طلعوا بالمناسبة هم أهل الانتفاضة الأخيرة والشهداء كلها من مناطقهم والحرائق صارت بمناطقهم وهم اللي طلعوا للتغيير، هؤلاء تجي تقول له أنت لا تقول أني جنوبي، لا تقول أني شيعي تقول أني سني، والآخر يقول لك أني كردي أني سني، وأنت تخنقه فراحت هويته ما يعرف هو شنو، هل هو عراقي وما كل عراق. ليش يتحملون هم العراق؟ لأن هسه المطالب شنو اللي موجودة؟ كل واحد جايب له مجموعة من المطالب من الكرد، وعلى الكيانات الشيعية الآن الفوقية اللي خطابها فوقي أنه هي لازم تلبي، وبيش بأموال الجنوبي. ليش الآن المفروض السني الآن يطالب بإقليم ويطالب ويقول أنا سني؟ أبداً ما يخجل، قول علي طائف يشتري تقول علي أقول. هو جاي ينفذ وجاي يبني وجاي يأسس وجاي كل شيء يسوي ويحترمهم، والآن المطالب مالهم حتى يردون يطلعون السجناء القتلة. يردون يطلعوهم، وانت تقول لا تحكي ايش انت، قول اني عراقي، قول اني عراقي ابني جاي يتلقنه، هو عراقي، هو شنو جاي لك هندي؟ هو الاخر جاي يشكك فيه، ومع هذا اسكت لا تحكي انت ابو الولد، شنو الولد هذا؟ لن على ابو هذا الولد. شنو هذا الولد دمرنا؟ شنو هذا الولد استحقنا نخلى السرطانات الان بالجنوب؟ روح شوف الجنوب الان لا مستشفيات، لا كذا، لا سرطان، لا ادويه للسرطان، لا عندهم اكل، لا شرب، لا مي، ما الاوادم يشربونه، لا وشنو هذا الخطاب الفوقي هذا؟ ايه استاذ كريم انا معاك استاذ كريم، بس الان الصراع وين؟ الصراع على تشكيل رئاسه الوزراء بين القوى السياسيه الشيعيه،
الكردي يقول لك روح لشغلتك وتعالي. التوزيع اللي صار بالسلطة العراقية مضحك. رئيس البرلمان رئيس بكل كامل صلاحياته، رئيس الجمهورية بكامل صلاحياته، ويتحرك بكل كرديته، سمع كذا ويقول أنا مع الدولة الكردية، رئيس الجمهورية. أنت تيجي تقول هذا عنصري، يقول علي عنصري، هو موجود رئيس الجمهورية. تجي للشيعي الآن تلقاه مفرغ من محتوى، ما عنده قدرة على أن قراراته، وما عنده قدرة على اتخاذ أي قرار، وعليه أن يلبي مطالب. ليش 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 وصل لهذا الحال؟ هذا هو العملية السياسية، خطابنا هذا، ما هي أمامك أنت الخطاب، شوفه. ليش أستاذ كريم؟ ليش صار هيك؟ أستاذ كريم ليش القوة السياسية الشيعية صارت خاضعة وخانعة ومكفخة على حكايتك؟ اسمح لي اسمح لي، الخطاب السياسي، الخطاب اللي وصلهم الى ان يخلي قواعدهم يعني تتنافر بيناتهم. الان السياسي الشيعي الان ما عنده قاعده، اخوي ما يقدر، مو مثل الحلبوسي، مو مثل البرزاني. البرزاني قائد قومي الان ينزل الى كردستان، تحترمه كل الدول وين ما يروح. البرزاني الان يتحرك على طوله، والحلبوسي القائد الشيعي اللي هم خسروا قواعدهم وخسروا حضورهم ومصداقيتهم بهذا الخطاب الفوقي، خطاب فوقي ما له معنى. يعني شنو انت ايش تريد من الناس هاي؟ طلع نموذج الاستاذ غالب الشابندر للصين. الصين هذا القرن سموه قرن الاهانه الصيني. شوف التاريخ مالهم الصيني الان، نتيجه لانه ما كان عندهم مشروع، ما كان عندهم مشروع لا قومي لا وطني، ما عندهم اي مشروع. بدا المشروع في بدايه الدوله الصينيه ماو تسي تونغ. من بدا ماو تسي تونغ الان بدا الرد، بدا المشروع الصيني للرد على قرن الذل سموه. وهذا الرد مالتهم كان في منتهى القوه ومنتهى الصرامه. هذا لما يكون عنده مشروع يتحول هذا الفلاح الصيني والانسان الصيني البسيط المكفخه لليابان والدول، حرب الافيون اللي شنتها بريطانيا عليه وامريكا وما اعرف ايش، الى هذا المارد الصيني الضخم. من اجى هذا؟ اجى نتيجه الفكر، نتيجه لانه انت تلبس عقيده حقيقيه بين الواقع والسقف المطالب واضحه عنده. هو صيني وما عنده مشكله. جميل. انت الان لا اني عراقي، لا اني شيعي، لا اني سني، لا شنو احنا؟ احنا الوسط والجنوب شنو؟ الان كلها واضحه بالعراق الان. الاكراد مطالبهم واضحه. سنه العراق مطالبهم واضحه. شيعه العراق شنو؟ مفكرين العراق شنو؟ شردون من عندنا يعني. يقول لي ايش لا تحكي؟ انت تقول انا عراقي، شنو عراقي؟ وين العراق هو اللي يقول عليه عراقي؟ مهمة هاي، مهمة وين مهم العراق مهم هاي استاذ كريم؟ العراقي لا، خلي اقول لك الاهم منها. اي بس سريعا الان اسمع، اسمعني بس دكتور قصي، جمله واحده تفضل. ما ان علاقه باليجي ويروح، منو رئيس الوزراء، منو كذا، ما ان علاقه. انا اقولها هاي جاي اعبر عن ضمير الناس، على الاقل استقصي، انا استشف. اريد لجنة لإعمار الجنوب، مشروع إعمار الجنوب العراقي. النفط العراقي ما يطلع بعد من الجنوب، وأكو لجنة جاي تشكل وشباب جاي تتحزم الآن من تشبين على أنه ما تطلع قطرة نفط لا للأردن ولا أي دولة إذا ما ينبني الجنوب بأموال الجنوب. أول ما نبدي نبني الجنوب، وأول ما نبدي نرجع كرامة الجنوب وأهالي الجنوب والوسط والجنوب. جميل. نرجع لهم كرامتهم، واضح، ونرجع لهم أموالهم، ونرجع السرقات هاي اللي جاي تأخذها كردستان وجاي يأخذها الحلبوسي وغير الحلبوسي، ومستشفيات نبني لهم ومدارس نبني لهم. واضح أستاذ كريم، راح أرجع لك، راح أرجع لك أبو ياسر، راح أرجع لك. يجي خلي يجي من هذا السياق. جميل جميل، راح أرجع لك، راح أرجع لك سيد كريم. طيب استاذ غالب، ليش احنا في ظل هذا الزحام على المصالح والمحاصصة نجيب رئيس وزراء مهلهل بلا هوية حتى يكفخون بي غير؟ جيبون رئيس وزراء مهلهل حتى يكفخون بي، وهاي العينة تنطبق على صديقك مصطفى الكاظم؟ طبعا طبعا ابو طبعا انا بالقصد قلت له صديقك زاد قريب. اي طبعا اريد يقولها اي ابو عماد شوف تمشي هاي تمشي هاي لا لا اشوف انا انسان من لحم ودم. طيب اتاثر بالعاط، اتاثر بالاصدقاء، واتاثر بالاخوه وكذا. هو واحد من اولادي بصراحه، يعني هو عمره 17 سنه انا مربيه بصراحه، واحد يحشيها لله يعني. أني ربما العاطفة تأخذني، أنا أشوف إلى أنه هو أنجز أشياء لا بأس بها، وأتمنى لو أن الكتل الشيعية تفتهم إذا هو ضعيف تستثمر ضعفه لصالح العراق والمكون، وإذا هو قوي تستميله كقوة إلى جانبها. هاي السياسة هي. تريدني أحكي لك سياسة الشرشل
وايزنهاور وعبد الناصر، لو احكي لك سياسة سيد باقر الحكيم والحلبوسي والمشهداني اللي مثل ما قال الأخ أبو ياسر محمود المشهداني إيش قال؟ ما حد حكى عليه طبعا من قال هاي الحشاية. طيب قال احنا سنة طولنا مالاتنا بعد يتلوا معكم، شو باو عليه؟ طولنا مالاتنا ايش قال؟ طولنا قياتنا وبعد اتوا شو سموهم؟ من اللي جاب محمود الهاشمي ومحمود المشهداني؟ من اللي جابه؟ جابه استاذ جعفري. طيب شو جابه استاذ جعفري؟ واحد ضابط بالشمال نسيت اسمه كان جابه جعفري، مدح جعفري، انت البطل وانت العملاق وانت المفكر وانت الكذا وانت الكذا، جابه وقربه. بينما محمود المشهداني طائفي من الدرجه المغاليه. نشوف شو ضعف حجي، احنا ضعفاء. ادري الشيء اللي ما تعلموه من هاي الدروس، ما تعلموه من هاي الشخصيات. ما تعلموه. شوف انت قلت شريط من المقالب. ما قلت تلومني انت على سيد مقتدى الصدر. ترى ما حد عادل الموازنه الطائفيه سنه 2006 و2007 غير التيار باسمائه المتعدده. وما حد حمى ابو بلال والمالكي وكذا غير هو هذا التيار في ذيك الفتره. انا مو معناها انه هذا وياه في يسمونه، باو عليه ودعتك وحياتك انت كانوا بظله يمشون. ها؟ وهو اللي جاب ابو اسراء بانتخابات 2006 2000 لا 2010 من نحتاج من قالوا الكتله الانتخابيه هكذا ما ادري شو يسمونه. اي بس 2006 هم كان فرق صوت واحد للتيار الصدر جابه المالك. أي. تمام اجب. الان خلينا نضرب مثل. هل يستطيع حزب الدعوة أو الحكمة أن ينتشر كالفراش المبثوث في مدينة الثورة ويعمر مدينة الثورة؟ الأخ كريم حشى على الشعب الصيني. مقتدى الصدر على ما تريد أن تقوله فيه وعليه. أنا من قلت أنه مدينة الثورة بيها جيفة ها وخيسة ودعتك، أنا متابع ها رغم قراءتي أقرب كذا بس أنا متابع القوانين. ورا يومين هبت عشرات بالمئات منهم الى مدينه الثوره، ولا نسميها مدينه الثوره ما نسميها مدينه الصدر. هذا اللي يصبر وهذا اللي يكذب الصدق ما علي يعني، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعرف النيات. واذا روح شف شارع الفلاح الان من اروع الشوارع، تفهم شلون؟ فلو ان مقتدى الصدر الله يهديه ويهدي المالكي بحق محمد والي محمد زين هاي ايه ويجتمعون والله ليسوون كتلة عظيمة راقية يرتفعون بمستوى الشيعة، مستوى الوعي السياسي والاجتماعي ومستوى المسؤولية، تفهم شلون؟ زين هاي المطالب الآن للقوى الكردية والقوى السنية، ممكن أن تقعد السيد مقتدى الصدر والمالكي على طاولة واحدة؟ أحشي حشاية إذا خاف الله عز وجل. أنا أحشي اليوم ميتافيزيقيات. لا إذا خاف الله منو خاف الله؟ نيناتو اذا خاف والله ايش شنو شتت عبالك يعني شنو على هي سياسه كل شيء بها اليوم اعداء وحلفاء يعني انا من امدح مقتدى الصدر يعني عبالك انا ويا مقتدى الصدر انا قعدت على سيد مقتدى بالتلفزيون قلت له ابوك مراضي عليك اكو واحد من عندهم يقدر يقول له ابوك مراضي عليك والله ما حد يقدر يندق ب 1% وسال ابو ياسر اي بس هو يعزك ويحترمك الله يوفقه ان شاء الله وعلاقته طيبه بيك لا والله يسمع منك الرجل طبيعي يسمع لكن ذولا جماعتك الموجودين اللي نعرفهم والله العظيم ما يسمعون الاكبر بروفيسور جماعتي منو جماعتك انت تعرف ما يسمعون الاكبر بروفيسور انا ما عندي جماعه المهم خلينا نرجع على الحاله الاولى اي سريع نرجع الحاله الاولى عبرت لي الكاظمي انت ها الكاظمي مو اقول لك مو ضعيف بس قوته في ضعفه قل لي شلون رحم الله والديك هاي يسموها قوة الضعف قوته في مثل يعني دورات في كائن صغير هو صغير يعني إذا تدوس عليه يموت طيب. لكن يمتلك من القوة الهائلة مثل سوريا حافظ الأسد الله ذاك العظيم ما عنده شيء لا عنده جيش لا عنده كذا لا عنده كذا لكن هو ضعفه خليه يقلق أمريكا ويخربط أمريكا ويخليها بخدمة سوريا وبخدمة كذا إلى آخره ضعفه خلاه ما يصطدم دمويا بالحشد ضعف الكاظمي ده شوف شلون زين ضعفه خلاه يوازي بين الموجودين
هذا تيت هشيا هذا تيت هالطي هكا فوازن من هالناحية هاي. إيه بس إحنا لكن إحنا نحتاج رجل دولة. ها خلا خدمك. لكن لا يعني هذا إنه ما رسم بعض ملامح الدولة وأعطيك بعضها. سريعاً. 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 هاي. أولاً عاد الثقة للجيش. وكان الجيش عادل عبد المهدي كان اللي يدمر الجيش ويحطم الجيش وكانت عنده خطة لتحطيم الجيش. عادل عبد المهدي. نعم. عادل. يا ربي. إيه. عندك بيها مصادق. إيه مصادق. وش لحق تسعة أشهر رجال. مصادق. أنا شوف أنا دا أقول لك دا أحكي لك اللي أدري بيه واللي أعرفه يعني. طيب. هذا واحد. الشيء الثاني تعامل مع الأزمات لم يتعامل مع الأزمات بدم. هاي نقطة ما تقدر تقول لي لا. الثلاثة مهما كان لأول مرة العراق يتحول إلى بلد يجمع ما بين السعودية وإيران العدوان اللدودان ها وبعدين يطلع إيران وتطلع السعودية تقول بدأت الجلود الجليد يذوب ما بين الدولتين. جميل. هذا زين لو مو زين من أرجع يا بس لكن لا 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 عادل سواها ولا المالك يسويها ما يقدر لها أو هو ظروفه ما تساعد يعني. جميل. سيد كريم ما أعرف بس هذا لا يعني لأنه أنا أقول المالي أنا تورطت ورطة كبيرة من قلت عادل عبد المهدي ممتاز وبعدين أكلناها مدبسة. زين. سيد كريم رأيك بما تفضل بي عن السيد مصطفى الكاظم والسيد غالب عبد الشيخ بندر تحدث عن مصطفى الكاظم وعن إدارة الأزمات أنت تعلن أنه ولا يعني أنه مرحلة عادل عبد المهدي أكثر لو معطينا إمكانية كان ذهبنا إلى أماكن اقتصادية أفضل تعليقك لا هذا موضوع ثاني ممكن أناقشه بس أنا أبو عمار أعرفه رجل كاتب ومفكر وأعرفه من زمان يعني هو جوز ما يتذكر يعني وياه كنا بمكة ب 2001 وقدموه الدعاة على أنه مفكر الدعوة هكذا تعرفت عليه فتعرفت عليه لا بس لا معجبش الدعوة كان من أطهر من صح. أطهر الأحزاب الإسلامية من أطهر الأحزاب في العراق أنت كنت في مكة أنا وياك كنا بحج واحد كنا أنا وياك حجين وكنا داخلين بنقاشات كثيرة وأنا يعني تأثرت بطروحاتك كثيرة لكتاباتك وكذا أنت أعمق من أن تقول أن الكاظمي أحد تلاميذي كل صعبة هاي شلون تطرحها ترجل مفكر وكاتب وعندك كتابات وعندك طروحات نختلف معك نقبل بطروحاتك في بعض الأحيان لكنه تبقى لك حضورك هذا الرجل ما عنده جملة يقولها شلون تقول هيك حسي ما يستطيع يقول جملة ما يستطيع أن يخطب خطاب بدون أن يخطأ ويتلكأ وما عنده فكرة أصلا يضحى ورجل تعرفه يعني أكيد يعني وشنو اللي كان هو الرجل كان مجرد رئيس تحرير مجلة ما إلى علاقة بالتحرير بيها أصلاً تابع لرئيس الجمهورية لا أحكي لي على الأداء على الأداء السياسي والحكومي اسمعني بفترته فلذلك أنا أعترض على ما قال السيدة طيب وأن هذا الرجل هو لما يكون هذه إمكانياته وهو يتحرك ضمن مشروع إذن هو الرجل المناسب لمشروع أمريكي يراد لأن يتحرك بالشرق الأوسط الأمريكان ينجح يتحركون وتحركوا بالكاظم الكاظم منين له إمكانية الرجل بحيث يكون عنده فكر يجمع دول ويجمع كذا ويتحرك بمشروع الشام الجديد ويروح الأمريكا ويرجع يطرح الشام منين له هيك إمكانيات فكرية وإمكانيات اقتصادية وإمكانيات كذا ما عند الرجل رأس حربة لمشروع خطير بالمنطقة يا سيد هذا المشروع هو مشروع الارتباط بإسرائيل الشام الجديد هو مشروع إسرائيلي أصلا ولا مشروع تطبيع اصلا مشروع كسر موقع العراق الاستراتيجي وربطه بميناء حيفا وهذا تقرير بثته الكثير من على البنك الدولي كان موجود وتقرير اللجنه اللي يسموها الفور ايدياز اللي بثتها نيويورك تايمز واللي تكلمت عنه قناه الحره بتقرير مفصل هذه طلعتها طيب فبالتالي هذا الرجل خطير جاي يتحرك بهذا الاجراء شنو علاقته بهذا الموضوع هو ربطنا بخساره كبيره ديون العراق ضاعفت بهذه الفتره هو حاول ان يبيع العراق يبيع اصول الشركات العراقية لولا ما صعدت الغيرة عندنا ونبهناهم عليها ووقفوها داخل البرلمان كان ممكن أن تعبر وقدمنا الأستاذ قصي قدم الكثير من الحلقات على هذا الموضوع بيع وصول الدولة العراقية كان يريد يبيعها شنو هاي؟ هذا الرجل ربطنا بأن ندفع أموال إلى الأردن ومصر باتفاقنا النفط مقابل الإعمار مع مصر وترك الصين وحرق هذا المشروع الكبير اللي ممكن أن ينقذ العراق وينقذنا من هذه المأساة اللي إحنا بيها وربطنا مع مصر النفط مقابل الإعمار واتفق على أن يمد خط أنابيب 28 مليار دولار غير الأموال الأخرى اللي المفروض أن ندفعها لمصانع وبناء ميناء بالعقبة يوصلنا 40 مليار دولار ديون سيادية على العراق ولا واحد يتكلم من كل هاي الأحزاب زين
زين هاي الان لعد اجاوب اجاوب عنده بس اريد يجاوبك بس يجاوبك وارجع لك بس يجاوبك مداخله واحده والله اول يا ريت لان وقته اي لا 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 وقته خليه لا لا مو هي مداخلتك لا خليك لا مداخلتك وارجع لك تفضل يعني يا ريت يجينا واحد امريكي يجمع بين السعوديه وايران في بغداد يا ريت امريكي يجمع زين شو هذا اسمح لي لعد ايران ايران بتعرف ما تعرف الكاظمي امريكي لا يا ريت هذا شيء حلو لا 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 اسمح لي هذا مو معنى بس مداخلته سيد كريم وارجع لك مداخلته يا ريت هذا شيء حلو ويا ريت الى انه امريكي يجي اذا يجون يطبون عليه بالمنطقه الخضراء ويدوسون راسه يدوسون صورته بالقندره ويتعامل معهم بهدوء اكثر ما يتعاملهم دم والله هذا زين يعني يا ريت هذا كل زين ولا كان تحول الدم الى بركه تحول العراق الى بركه دماء يعني اما انفتاح على مصر وكذا احنا معانين من 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 من, من اختناق من اختناق متعانين من اختناق فهذا لابد ولا يكون شيء يسمونه لابد ولا يكون الانفتاح يعني هذا بالعكس هذا شيء زين انه يعني جميل. العراق اينما يذهب هو مكروه صار باعتباره يقولون هذا ثوري وكذا لا خلي خدمك اما قضيه النفط يا ريت الانابيب مالتنا تكثر عبر اكثر من منفذ لان اليوم الوضع في النفط وقضيه تصدير النفط والنظريه الاوراسيه في قضيه النفط وفي حصر النفط هي تتطلب سياسه نفطيه قادره للنفاذ من اكثر من منفذ واحد جميل استاذ كريم حجارك لكن هذا لا يعني لا انه ما له علاقه بالامريكان ولا يعني لا انه وطني 100% أنا دا أحكي كسياسي واقعي جميل هو من ضمن هاي المداخلة بس أكو سؤال أكو أطراف الآن سياسية تراهن على عودة السيد الكاظمي ولاية ثانية سيد كريم يعني جريمة يرتكبوها بحق العراق أستاذي الفاضل شنو نروح لمصر إحنا ندفع هالقد مليونين برميل باليوم حتى نعدد ليش أنطي مليونين برميل أنطيهن الصين وأسوي المعاهدة بين الصين نفط مقابل الإعمار مع الصين انت تدري يا استاذ غالب الان 80% الى 90% من نفط العراق الان يباع عن طريق الموانئ الجنوبيه يتحرك الى دول اورو اسيا اللي تقول عنها انت الى دول الاسيان الى الصين والهند وهي المناطق تدري الاوروبا الان جاي تتحرك عندنا الان في كل مكان اكو بنزينخانه محطه كهربائيه للسيارات و20 30 تنتقل كل اوروبا الى الطاقه النظيفه ماكو سياره بنزين تتحرك انت وين رايحين رايح لميناء العقبه شو تسوي العقبة تطلع على البحر الأحمر تروح على قناة السويس شو نسوي لأوروبا احنا النفط نوديه هناك شو نسوي به احنا نخلي مصر تسوي لنا بنزين ونرجع نستورده حرام شنو هالطرح هذا شلون ليش هذا مدفوع الثمن استاذ غالب هذا مدفوع الثمن يعني هو انت شنو ما مدفوع الثمن خويا هو شنو علاقته الكاظمي الان عنده قدره ان يربط ايران بهذه الدول هذا مشروع امريكي استاذ استاذ غالب الله يخليك هذا مشروع امريكي لتصفير المشاكل بالمنطقه للانسحاب من هاي المنطقه من اجل ان يتوجهون الى الصين الان التفرغ الى الصين هذا هو المشروع استاذ غالب البارحه رئيس الامارات يخاطب يتصل بالرئيس السوري واكو تفريغ العراق سلموه للامارات سلموه الى اسرائيل من اجل المرحله القادمه ايران ما عندها قدرة الآن أن السيطرة على العراق خلاص إيران طلعت بس نجيب إسرائيل مو هاي جميلة هاي جميلة هاي تدري ليه جميلة لأن السيد غالب دائما يتحدث عن شنو اللي حصلنا إحنا شنو جميل. جميل هذا أسهل سؤال سيد كريم لا قبل السؤال خلاص لك دائما تتحدث عن الولائيين ومحاولتهم للارتهان إلى إيران قال لك مشاريع إماراتية وسعوا وإسرائيل وغيرها خلق كل فيه خلق كل فيه الآن حافظ بشار الأسد ما قبل بي ورحب بفتح السفارة السعودية والإماراتية في سوريا رحب رحب لهم ورحب طبعا. ومعروف عن السعودية وعن الإمارات أنه يضد سوريا واشتغل ضد سوريا وخربت في داخل سوريا شوف السارج قصر يحب هاي القضية صحيح لما صحيح فيا أخي العلاقة مع الدول الكبرى مثل الصين وغيرها إذا ما تبدأ من علاقة متوطدة مع دول الجوار ومع دول الأشقاء لا تستطيع أن تدخل بثقل ممكن سؤال أنت حتى تدخل بثقل لازم يصير عندك علاقات مع دول الجوار قوية وإلا دول الجوار تلعب بيك طوبة أي بس سؤال يعني إحنا هسه سؤال إذا يسمح أبو ياسر الوالد يعطيك سؤال حتى يعني سؤال نظام سؤال سريع لا نقطة نظام مو سؤال تفضل
ليش هي سوريا راح تعطيهم ميناء اللاذقيه؟ ليش تسلمهم مقتربات الطريق السريع مالتهم؟ تتوقعها الاسد يسوي هيجي ويفتح سفاره؟ شنو احنا ضد السفاره الاماراتيه؟ صحيح دبلوماسي، هذا شغل دبلوماسي. صحيح لا سلموا الان ميناء الفاو الى اسرائيل، سلموا خط الطرق كلها الى اسرائيل، الى الامارات اللي هي راس حربه اسرائيل. عوده علاقات على حساب البلد، مو على حساب البلد، لا على حساب العراق. لازم انا بالامارات يعني هم العراق. ابو ياسر سياسي ويعرف أي. السعوديه بتجي بلاش، لازم عندها شروط. هسه مثلا روسيا، اخذ روسيا، روسيا الان موجوده بسوريا مو تمام؟ من جمله شروط وجودها في سوريا او من جمله ضغوطها في جمله سوريا، سوريا بتتعرض لاسرائيل. اذا الان واحد يحمي اسرائيل من اي حرب اسرائيليه سوريه هي وجود روسيا في داخل اسرائيل، في داخل سوريا. هي قضيه مصالح يعني، السعوديه مو قضيه شر. اي بس انت مو تبيع العراق شيطان. لا لا لا, لا, لا ما بتبيع ميناء الفاو. لا هذا مال الفاو خل احكي لك. شوف خل اقول لك، الفاو بيع قبل الكاظمي. كان وينهم 18 سنه؟ كان ما كانوا المجلس الاعلى كان هو على البصره مو تمام؟ ابو اسرائيل اخ العزيز هو 8 سنوات بالحكم. فلان فلان، ليش ما اثيرت قضيه الفاو واصبحت مصموت ومسكوت عنها؟ شنو السبب؟ هذا سبب كبير يجب. وعندك اثنين ها الاخ ابو ياسر يعرفهم خبصان بالفاو. الفاو والفاو 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 ايه؟ شو هذول الاثنين بسرعة سكتوا ولهم طاها وسكتوا السكوت. وائل عبد اللطيف وعامر عبد الجبار لا تسوي لك اطلابة، تفهم شلون؟ اي صموت القبور، صمت القبور. ليش 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 سكتوا؟ شو بدي انا اروح اسالهم ليش؟ الفاو قضية معقدة، مو قضية كاظمي وما كاظمي. الفاو قضية معقدة، وإذا ما يصير تحالف ما بين المالكي ومقتنى الصدر الفاو بترجع وما تتعلم. هاي خطيرة والله العظيم. خطيرة حتى المالكي. شنو علاقة سيد مقتنى الصدر والمالكي بالفاو؟ جيد ممتاز. ايه؟ جيد صحيح. جيد ايه؟ لأن راح يضغطون قوة شعبية راح تصير. مضبوط راح تصير يمر ميناء الفاو غصبا عليكم. والحسين الشهيد نعم. هي الكويت نعم. تجي تتوسل. اقول لك ما علي ابو هاي الكويت هسه ايه؟ مو بيها القوات الامريكيه والكلام اللي شنو ايه؟ انا اعطيك طريقه. اللي شفنا هذا السياسي الضعيف البسيط، اعطيك طريقه اخلي الكويت تخضع بيومين. تقول لي شلون؟ 1,000,000 عراقي يصير مظاهره على حدود الكويت، اذا بقى كويتي بالكويت انا اعطيك مثلي. هسه يقول ابوي تعال نتفاهم. اخي السياسه فن وتجربه وعلم. اي لا تلومه لابو ياسر من يقول لك، يقول لك الحكومه وبعض الاطراف تراهن على بيع الميناء وما تريد هذا الطريق والتجربه. لا لا ما الوم، بالعكس انا دا اقول لك الفاو يحتاج الى كتله سياسيه قويه في داخل البرلمان والتنفيذيه، وهذه الكتله ما تجي من الحلبوسي ولا من الخنجر. صح. وإنما تجي من كتلة شيعية قوية تحمل هم وطني ها وثق. واعتقد إذا صارت الكتلة الشيعية الوطنية هي اللي تحمل سنة في من دواعي. والله صحيح. أنا أقول لك هذا الحكي. هو إحنا منو حين هو منو حين هو منو حين. شوف هذا راح أجازف. وين كنت بداية الحلقة؟ هذا راح أجازف. هذا راح أجازف. هذا راح أجازف. أي راح أجازف، راح أجازف، راح أجازف. أي وداعتك فتوى السيستاني هي اللي حمت إيران وحمت العراق وحمت الأردن وحمت سوريا. والله فتوى الرجل العظيم هذا عمت عيني عليك أبو محمد. إي والله والله عمت عيني عليك. والله 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 هذا الرجل الخيمة تفهم شلون؟ بعدين يضربون كل كلمة من كلمات عرض الحائط. والله لو ما فأخ العراق طاقة روحية هائلة بيها المرجعية وبيها العتبات وبيها الأربعين وبيها الخبز وبيها الماي وبيها النفط وبيها التاريخ والله متوقفة على لقاء بين 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 مقتدى والمالك. والمالك زين والله بس ثق واعتقد. بس يا عمي يا أبو إسراء يا أخوي والله تكبريت وأنا كبريت. والله الدنيا بعد ما بيها خير. والله يا ابو اسراء يا اخوي والله العظيم اخوي انت كبرت واحنا كبرنا. احنا خلصين اباء.
احنا خصير اباء يا عيوني يا حبيب قلبي، احنا خصير اباء. وانت سعيد مقتدى، انت شاب بعدك، يراد لك واحد عنده تجربه ويراد لك عنده همين تنظيم حزبي وعارف بالحزبيه. ليش 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 متروح، ليش متروح على الجهات اللي تريد تمزق؟ لا قصدي ليش منروح على الجهات اللي تريد تمزق وتسوي فجوه بين المالكي ومقتدى صدر؟ هذا الاخ كريم يقدر يروح، لان هو يعرفهم اثنيناتهم وصديقهم اثنيناتهم. هذا رجال فقير الله. لا سوك هذا رجال فقير الله. استاذ كريم اعطاك قنبله ابو عمار اليوم. اي بالعكس بالعكس، قال لك قال لك قال لك اذا مو سيد مقتدى صدر والمالكي الفاو ما يمر له تنقلب الدنيا. دكتور قصي، شوف انا اختلف يعني بعض الاحيان مع الدكتور غالب، بس غالب يا ريت قابل النبي يا ابو ياسر. هذا اللي اعرفه 2010 عفوا 2001 قبل التغيير بالعراق، هو قعدنا نحكي بهذا المنطقه اليوم. هو فلذلك خويه هذا الكلام اللي جاي يقوله السيد غالب هو هذا الحقيقه، هذا اللي يعني ينطيك فد ارضيه حقيقيه وليست طائفيه. يعني الكردي لما يقول انا كردي مو معناه عنصري، صح؟ السني من يقول انا سني مو معناها طائفي، هذا طائفي، هاي هويته. هو يقول لك انا هويتي وانا حقي وانا كذا، انت بدك تطلع لك شخصيه والله تنقضون العراق. وخليني بعد اضيف على ما قال الاستاذ ابو عمرو، تفضل. السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر مع حفظ الالقاب يتحملون مسؤوليه كامله امام الله والتاريخ والوطن، يتحملون هاي الملايين وحقوقها هم اثنينهم الان. هذه الاصوات اللي طوكياهم طوكياه لانه يعتقدون انك راح تنقذهم، اللي طوها سواء للسيد مقتدى الصدر او للسيد المالكي. اثنينكم الان انتم بخلافاتكم الشخصيه الان جاي تدمرون مجتمع بكامله. السيد مقتدى يرى المالكي هو يعني راح يدمر العراق هكذا، وهذا من حقه. والمالكي يرى السيد مقتدى الصدر، السيد المالكي يرى انه هو هذا راح ياخذ العراق الى التطبيع وما اعرف ايش. هذا الكلام مطروق هذا مو من عندي. تفضل. انا اقول انتم الان كجبهه تنقذون الناس هاي بمشروع اقتصادي، والمشروع الاقتصادي تكلم عنه السيد مقتدى الصدر، وطلعته قبل يومين انا، وتكلم عنه نصار الربيعي، وتكلم عنه حسن الكعبي بداخل مجلس النواب، وتكلموا انه يريد الاتفاق الصيني، والصين ارسلت على السيد نصار الربيعي الى الصين، راح ألقى كلمة باسم الأحزاب العراقية 2017، والسيد نصار الربيعي 2012 2020 قبل سنة تقريبا ألقى كلمة باجتماع. خلي في بالك هو أحد الأسماء، أحد الأسماء الآن المطروحة قريبة من رئاسة الوزراء. ما لي علاقة بالأسماء أنا أخويا حبيبي أستاذ قصي، أنا أريد المشروع. المشروع هو أن تبدأون بالبنى التحتية لهذه المناطق المتهالكة. عندكم مناطق راح تتمرد عليكم، راح تنفجر في وجوهكم. ما ممكن لهذه الناس اللي ما عندها اكل الان زيدتوا عليها سعر الدولار والان ما عندهم طماطه. الناس والله شفتهم انا كاتلهم الجوع بالمناطق، والله حرام عليكم تتحملوا المسؤوليه. والله الكريم الشعب العراقي اذا ثار ما يبقى قدامه واحد. لا تخلوا الامور توصل لهذه الدرجه ولا نريدها توصل، انتم محترمين. واذا كان ابو اسراف هو من حزب الدعوه الاسلاميه، هذا الحزب اللي قطر دم لحد هذه اللحظه، واذا كان مقتدى الصدر فهو سليل الشرف وسليل الشجاعه والفداء. بس هو عندي فد مناشدة بسيطة. ايه محمد صادق الصدر. ايه عنده مناشدة وياك. لا والله انا لا والله مناشدة يعني خارج السرب اذا صح، بس بتطول نص دقيقة يعني فضل. او ربع دقيقة. تفضل. اني اطالب دوائر المرور، اقول لهم انتم ظالمين السائق العراقي ومسوينا فقر. والله العظيم الرجال يدفع ضريبة مال 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 الطرق، ويدفع ضريبة السنوية، ويدفع هو 24 ساعة لك يلا طلع لك 15,000 باليوم زين، وهذا محروق أعصابه وراسه متوتر، ها عيني يختزلنا الزمان والمكان. يا دائرة المرور ما تخافون من الله، يعني هذا شيء فقير. ليش ده الخصوم هذا؟ مناشدة عن طريق أحسنت أي أحسنت. ويا ريت تتبناها أنا حاضر قناتكم أنا حاضر، وجيب لي أنا دافع عنهم أنا حاضر. أبو عمار بس أريد أرجعك إلى قضية حتى نوزع الوقت سريعا. الآن عمي أنا مخليني قدام أسد، وين أقدر خلصه بسرعة؟ تعلمنا منك إحنا تعلمنا منك. لا أستاذ كريم تلاميذك تلاميذك الله يحفظك. الان اكو مشروعين الان على الساحه، الاطار التنسيقي يريد ان يدفع بالمالكي رئيسا للوزراء، والسيد مقتدى الصدر يريد رئيس وزراء قح، وايضا بطل منها. هو اصدر بيان، لا اصدر بيان، اصدروا بيان قالوا بماكو هيك شيء، لانه هم
نسب تصريح إلى الأخ العزيز نصار ضبيعي إنه قال رئيس الوزراء من التيار الصدري وإحنا كنا نحول النصر الحزبي إلى نصر وطني. أصدرت الهيئة السياسية إنه ماكو شيء ماشي ماشي بس شعار لا شرقية ولا غربية. شو مو زين؟ شلون راح يمر هذا؟ لا زين لو مو زين. زين كل زين ومليون بالمية. رحم الله. بس شلون راح يمر وأنت عندك المطبخ الإيراني والأمريكي حاضر؟ هو المسؤول عن هاي القضية. هو مسؤول عنه ولذلك أنا أطالب من السيد مقتدى وكذلك من وهاي هي عقدة موجودة عند الجميع عند الشخصية الشيعية عند الحاكم الشيعي. أرجوك افتح ذهنك لي. يضوجون من اللي يفتهم. عندهم عقدة من اللي يفتهم. غير عقدة عندهم من اللي يفتهم. مجربها أنا هاي طبعاً مش يسمونه. زين. يعني هو المعروف عن المستشار من يجي شنو انه افهم من رئيس الوزراء وافهم من الوزير في قضيه معينه صح لكن هو يريد هو يمثل المستشار بهم لذلك اطالب من السيد مقتدى ومن الاخ نور المالكي باعتبارهم القوتين الشيعيتين الموجودتين ان يتسلحوا بالاكاديميين الصرف بصرف النظر عن دينه وما دينه زين يصلي ما يصلي ماركسي حتى إذا بعث شريف يعني باقي بشرفه ماكو إذا ما لوثت يديه بالدم ماكو وقلل منهم هسه راح يقولون قال بعثي دفته بشور مع ماني بعثي كتخواني يدعو إلى إعادة البعثية لرئاسة لا مش على صدام يقولون يريد يعيد صدام دفته بشور فأنا أقول يا ريت أن يتسلحوا بال على إحنا عندنا أكو بغرفة تجارة بغداد والله كل فتحة من هذا التمام تدري ولا واحد يستعين بذولا تدري زين بس ابو عمار الوقت دهم يصير باقي لي دقيقه شلون رئيس الوزراء القادم او الرجل القوي اللي نبحث عنه من رحم اي تحالف راح يطلع اولا وكيف يتعامل مع المطبخين الساخنين الايراني والامريكي سريعا بكل صراحه ومع احترامي اذا طلع من اذا كان بدعم التيار الصدري ولكن من خارج الكتله أعتقد يكون أكثر قدرة على التوازن أكثر دعم. قدرته طيب سيد كريم ختاماً لك أقل الدقيقة تفضل يعني ما أضيف أكثر مما قال الأستاذ أنه إحنا نحتاج إلى دعم من السيد مقتدى الصدر ومن المالكي هم اللي أكثر الأصوات الآن يعيدون قوة هذا التحالف لإنقاذ العراق في هذا الظرف الحاسم لأنه تغيير هائل بالمنطقة جاي يصير الآن الأمريكان ممكن ينسحبون من المنطقة الآن ومواجهة للصين ولذلك صراع كلش خطير جاي يتحرك بالمنطقة إعادة توزيع خارطة النفوذ بالمنطقة وبالتالي لا تخلون الخاسر الرخوة الآن العراق هذا الكاظمي باع العراق يعني اللي ما ينتبه لهاي معناها كارثة جاي شو باع حتى الغاز والنفط إلى توتال قبل لا يطلع بأي أيام يوقع يركض ماكو هيك حكومة بتاريخ الدولة العراقية الآن فلذلك أنا في تقديري إعادة ترتيب الأوراق العراقية ومسح كل تركة الكاظمي محاولة لإعادة الكرامة للشعب العراقي الآن وإعادة تأهيله من أجل الالتحاق بمشروع الحرير والنفط مقابل الإعمار هذه تقرير السيد مقتدى الصدر الله يحفظه اللي قالها وهذا كلام السيد نصار الربيعي اللي قاله سنبدأ بدأ بمشروع الحرير ما قال الاتفاق الصيني مشروع الحرير سيبدأ بالعراق هكذا قالها شهر التاسع السنة اللي راحت شو اللي تغير ما أدري جميل. لذلك أنا أقول رسالة مفتوحة للجميع للأخوة اللي موجودين طيب. العراق أمانة في رقابكم قبل أن يعني أخاف من الانهيار أنا الانهيار الاقتصادي إذا تغير أسعار النفط ترى انهيار اقتصادي أحسنت. والله العظيم ما تقولكم شكرا أحسنت بالعراق. السيد كريم بدر السياسي المستقل شكرا جزيلا لجنابك أبو ياسر شكرا لوقتك وشكرا وصوله أيضا المفكر والكاتب العراقي السيد غالب شبدر شكرا لكم مشاهدينا الكرام نلتقي بإذن الله تعالى بتغطية أخرى إن شاء الله وإن شاء الله نذهب إلى تحالفات عابرة عن الطائفية وبنفس الوقت نذهب برجل دولة لا نجيب لنا واحد نخليه يواجه لرئاسة الوزراء والكل تتبرى منه والوزارات هي للأحزاب سلام عليكم.